إن ملتقى اليوم يعد إحدى الخطوات الهامة في طريق تنفيذ توجهات الحكومة الرامية لبناء اقتصاد قوي واعد يقوم على أكتاف وسواعد المصريين ولصالحهم. إن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية يجب أن ينظر إليها إنها محفظة للشعب المصري. إنه لا أمل في نهضة اقتصادية حقيقية بدون تشجيع واضح للقطاع الخاص. الهدف النهاردة من البروتوكول اللي وقعناه مع البورصة المصرية هو الاستفادة من سوق الطروحات العامة اللي بتطرحها البورصة حاليا لتشجيع الاكتتاب ومشاركة الشركات بتاعتنا في بأسهم داخل البورصة المصرية. قطاع الاتصالات ما زال قطاع واعد جاذب للاستثمارات، عندنا مشاريع عملاقة، عندنا خطط واضحة، وبالتالي النهاردة هذا المؤتمر هيدي فرصة للمستثمرين يتعرفوا على ما هي المشاريع المستقبلية. عبر الهاتف معي دكتور أحمد أبو النور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة وإدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دكتور حيك استمعت معنا إلى كلمة رئيس الوزراء النهاردة، هل نقدر نقول إن كان في مخاوف مثلا موجودة لدى بعض المستثمرين وكان رئيس الوزراء محتاج إن هو يطمئنها عشان كده حرص على هذه الرسالة، ولا في رأيك لماذا جاءت هذه الرسالة اليوم في هذا المؤتمر؟ والله الرسالة ليها كذا بعد، ليها كذا مبرر مقبول في هذا التوقيت. يعني على سبيل المثال القطاع الخاص الذي انسحب منه بعض أعضاءه، أعضاء مهمين الحقيقة في الأسواق، لا انسحبوا لأن في توترات وشايفين أن السوق مثلا إمتى هيستقر، لا ننتظر لما الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية تتم يمكن الوضع يبقى أفضل. دي في حضرتك كده أن كان النظام السابق تحديدا حاول أن هو يعاقب يعني اقتصادات معينة من خلال رجال أعمالها، لا تعالوا ده أنتم تعاقدتم مع الحكومة في أيام أحمد نظيف وأيام ما قبل الثورة بأسلوب خطأ، لا تعالى نعيد الاتفاق من أول السطر وإلا أنت مخالف، وكأن من كان يعني يدير هذه التعاقدات ويدير هذه الاتفاقات لم يكن نائبا عن المجتمع، وكأن كان بالضبط كده على رأي مرسي ساعتها بيقول يعني إيه فحارة مزنوق أو حارة سد والكلام ده، فعلا كان هذه هي العقلية اللي حكمت يعني طريقة يعني هو بيرسل رسالة لرؤوس أموال أحجمت نتيجة اعتبارات سياسية وتترقب الموقف قبل ما تنزل بتقولها في الأسواق المالية، لكن هل هذه الرسائل كافية ولا المسألة محتاجة ربما منظومة تشريعية تجذب رجال الأعمال وفي نفس الوقت تحافظ على حقوق المجتمع وتحد من أي فساد ممكن يكون ظهر في عهود سابقة؟ هقول لحضرتك أسوأ أنواع الفساد، يعني ما تبص حضرتك في التقارير الدولية ذات القيمة تصدر مثلا على البنك الدولي على منظمة الشفافية العالمية، تلاقي حضرتك أسوأ أنواع الفساد حين يكون هناك قوانين ترعى وتحمي الفساد والقوانين هي نفسها تؤدي للفساد. بالضبط، فأصبحت فاسدة. أنا عندي حضرتك مثلا قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اللي صيغ في فترة أحمد عز يعني إيه بألمه، لما يبقى اللي مثلا واحد محتكر في قطاع ما في تخصص ما، لو واحد من نفس قطاعه أبلغ عنه يتحمل بنصف عقوبة محتكر حتى لا يبلغ أحد عن الاحتكار، بالإضافة إلى إن عقوبة المحتكر كان بيدفع كام؟ 10 مليون وهو واخد مليارات. جميل. في حين إن نفس المجلس التشريعي طلع ساعتها تعديلات في قانون المرور فيها 40 يعني المسألة تحتاج ربما إلى ما هو أكثر من هذا التصريح. أنا بشكرك دكتور أحمد أبو النور أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية.